فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. معنا كتاب سنن الترمذي، كتاب الحدود. ما شاء الله، ربنا يرضى عنكم. الله يجعل مزاح سنتكم رب، الله يجعل مزاح سنتكم كم لكم من الخير ما شاء الله. باب ما جاء في من يقع على البهيمة. فماك أحمد روى المصنف بحديث في إسناد عمرو بن أبي عمرو في له أوهام، والحديث أعله الترمذي بحديث عاصم وكذلك أبو داود. قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن ابي عمرو، خلفهم البياقي ثم البهيم في رواية الغريب. صح الحديث طبعا. حديث عاصم اللي هي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. حديث ابن عباس رضي الله عنه، عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. عكرمه من اثبت الناس في ابن عباس، مولى ابن عباس، ولم يثبت فيه ما قيل فيه انه يقول بقول الخارج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى: جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال بعض العلماء: فاقتلوه أي اضربوه ضربا شديدا تعزيرا. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الحديث قال: فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طبعا البعض يقول: لا تفعل ده، يعني لا تتركه، لابد أن تقتل البهيمة، لأنه من البهيمة قد تلد حيوان على صورة إنسان. وهذا أبعد ما يكون، هذا أبعد ما يكون. قال مالك والشافعي في أظهر قولي أبو حنيفة وأحمد: إنه يعذر لا يقتل يعني. وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي. والبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجان القتل ظهر الحديث، وعدم القتل النهي عن ذبح الحيوان. قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ يعني أي العقل لها ولا تكليف لها؟ فقال: ما سمعت، فما بالها تقتل. قال: ما سمعت من رسول الله شيئا، أي من العلل والحكم. قال ابن عباس: ينتفع بها بلبنها وشعرها. وقيل يقال: هذه البهيمة التي فعل بها كذا وكذا وانتشر. وحقيقة الأمر أن هذا الحديث ضعيف لم يصح، وعلته حديث ثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليست هذه منها. فحديث عاصم يعل هذا الحديث ويظهر شذوذه، فهو حديث ضعيف لم يصح. عليكم السلام ورحمة الله. هو حديث صحيح، حديث ضعيف لم يصح، حديث معلول. وكما قلت بأن حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فإنه يضعف هذا الحديث، وإن صح الحديث قال علماؤنا المعنى فيه أن يعذر. فهذا من باب النهي الأكيد والوعيد الشديد، ففيه التعزير. وقيل في قتل البهيمة حتى لا يتولد منها ما يشبه الإنسان، وهذا حقيقة لا يصح، هذا كلام بعيد. لكن قد نقول بأن الحكمة التي قالها بعض العلماء: يقولون هذه البهيمة التي فعل بها كذا، هذه البهيمة التي فعل، وينتشر بين الناس، وينتشر بين الناس، وانتشار بين الناس هو الذي فيه ذلك. الفوائد المستنبطة: الأحكام فرعون على التصحيح. فضل أهل العلم، الفائدة الثانية: فضل أهل العلم إن تنزلوا مع الخصم على التوجيه السديد الموافق لأصول الشرع الكلية. انتكاس الفطر عذاب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون
للدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.